Wait. Don't be afraid. Okay. He needs to drink a lot of liquids. We try, but he doesn't want to eat or drink. He's very stubborn. Zaila. Yes, doctor? Take him outside, please. Okay. Wait. حضرتك عربية؟ المدام رح تأخر؟ لا، إسا بتطلع. طيب بلحق أعطيك رقم موبايلي؟ وبتلحق تاخد رقم تليفوني كمان. أوكي. 00 أنا آسف جداً، أنا والله خبطت بس ما حدش رد فدخلت يعني. هي ماما راحت مشوار لغاية البنك ورجع على طول. طيب أنا هستناها برا ويعني مفيش مشكلة. لا لا اتفضل، هي زمانها جاية أصلاً. بصراحة أنا ما صدقت، هفضل قاعد معاكي تحتاجي مية عصير كده يعني لغاية لما ماما تيجي. ما فيش أي ابتسامة؟ الحمد لله ابتدت تندع أهي. ايه؟ ايه اتكلمي عادي، مسموح مفيش مشكلة. المسؤولية ابتدت من اللحظة اللي خدنا فيها الموافقة. ولازم تفهموا إن الموضوع مش مجرد تحرير طفل أو إنقاذ رهينة. لا. الموضوع أكبر من كده بكتير. إحنا في مهمة دفاع عن هيبة الدولة. عن كيان الوطن. عن مواطن لازم يحس إن في وراه رجالة يقدروا يوصلوا لأبعد مكان علشان يجيبوا له حقه أو ياخدوا بطاره علشان بجد يحس بالأمان. إحنا بأمانة بنعمل كل اللي ربنا يقدرنا عليه. إنتوا تقدروا تبقوا أحسن من كده. لا، إنتوا لازم تبقوا أحسن. بلدنا وثقت فينا. إحنا لازم نبقى قد المسؤولية والثقة دي ولا إيه؟ تحت أمر سيادتك يا فندم. تمام. انتوا قدامكم ساعتين تروحوا فيها تجهزوا شنطكم وترجعوا. من النهارده لازم تعتبروا انكم انتوا مسافرين لحد المهمه دي ما تخلص. اتفضل. تمام يا فندم.